بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا أحبتي في الله. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن نبات الضرم. الضرم ويسمى في المغرب بالحلحال، فهو من الفصيلة الشفوية، هو كما تشاهدون، فهو يفيد في علاج مغص الأمعاء والغازات المعوية، وذلك بنقع تقريبا ملعقة كبيرة من الأوراق والأزهار في كوب من الماء الغالي، وبعد ربع ساعة يصفى ويحلى بعسل ويشرب بمعدل كوبين في اليوم. وبنفس الطريقة يفيد في علاج التوتر العصبي، لأنه مهدئ عصبي جيد، وهو منشط للكبد والكلي والطحال، فهو أيضا يفيد في تنشيط الدورة الدموية، أي منشط للدورة الدموية، وأيضا فهو منشط جنسي مع العسل وقليل من مسحوق الزعتر. وهذا هو نبذة بسيطة أو تعريف لنبات الضرم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.